أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. مراسل حلب اليوم يؤكد أن الجيش التركي بدأ بإخلاء نقطة المراقبة التاسعة في مورك الواقعة تحت سيطرة قوات النظام بريف حماة الشمالي، ويخلي 20 آلية ثقيلة باتجاه منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب. صحيفة الوطن الموالية تقول إن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جير بيدرسون سيصل دمشق السبت القادم لبحث استئناف اجتماعات لجنة مناقشة تعديل الدستور المصغرة في جنيف. وزارة النقل التابعة لحكومة النظام تعلن تسيير رحلتين جويتين أسبوعيا من دمشق إلى الدوحة عاصمة قطر اعتبارا من 28 من الشهر الجاري. ميليشيا حركة النجباء العراقية ولواء فاطميون الأفغاني تعتقل عددا من رعاة الأغنام في بادية معدان بريف الرقة على خلفية توجيه الميليشيات اتهامات للرعاة بالتعامل مع تنظيم الدولة. مختبر الترصد الوبائي في الشمال السوري المحرر يسجل حالة وفاة واحدة و216 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة، وبذلك يرتفع عدد الإصابات الكلي إلى 2865 إصابة. قبل ترشح الطفلة السورية إينار لجائزة السلام الدولية للأطفال لعام 2020، وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها رشحت إينار تقديرا للجهود الكبيرة التي بذلتها من أجل نقل معاناة السوريين الذين تعرضوا لانتهاكات من قبل قوات النظام وحلفائه في الغوطة الشرقية بريف دمشق.